قبل فترة خبرناكم عن حفلة أحلام في الرياض واللي تكرمت خلالها عن مسيرتها الفنية، وفي هالحفل رافقت أحلام فرقة مياس اللي تخرجوا من Arab's Got Talent وقدموا معاها عرض جدا مبهر. وفرقة مياس من وقت مشاركتهم في Arab's Got Talent وهم بيقدموا لوحات استعراضية خيالية قدروا من خلالها أن هم يوصلوا للعالمية. وأكيد أحلام تواصلت مع الكوريوغرافر اللي هو نديم شرفان المسؤول عن فرقة مياس عشان يتعاونون مع بعض في هذا الحفل، وإحنا سألنا نديم على التفاصيل. كان تحدي كتير كبير. اللوحات عددها 4 لوحات متكاملة وتم تنفيذها بوقت قياسي. من ضمنها 6 أحلام، يعني نحن ما اشتغلنا هالمرة على فكرة إنه مياس عم يقدم رقصة، اشتغلنا على فكرة إنه الارتست يلي معنا يكون انفولفد بهول التابلويات. وفعلا شفنا أحلام بين الراقصين بأكثر من لوحة راقصة متكاملة مع الأزياء الألوان والإكسسوارات اللي شفناها على المسرح. كان 24 دانسر موجود على المسرح، خيطنا تقريبا 100 كوستيوم جديد لهيدا الإيفنت. كان عنا كتير بروبس، كان عنا كتير قصص جديدة زايدين على الشو. كان معنا مراوح تقريبا كل مروحة كبرى متر معمولين من ريش نعام أبيض. وأكثر شيء لاحظناه هو التناغم الكبير بين إطلالات أحلام واللوحات، فكيف تم التنسيق بهالموضوع؟ خاصة إن من المعروف إن أحلام بتهتم بإطلالتها بالدرجة الأولى. وقت انعرض علينا الجوب هي دجا وجهتنا 6 أحلام وحبيت إنه يكون الكوستيوم تبعها مخصص بالثيم تبع مياس، فكان في تنسيق كتير كبير بيننا وبين فريق عملها تنقدر يعني يكونوا أموجان مع بعض المياس والست أحلام. أما أكثر إطلالة لفتت الأنظار فهو الفستان الأبيض المزين بالريش واللي كملته بالهيد بيس فأعطى لمسة فخمة على اللوك. هيدا البيس أكشلي اسمه مياس، هو منفذها الأرتست الأسفاكس أرتست إلي خاطري. قررنا أنه بهذا التابلون لبسها إياها للست أحلام وفرجيناها إياها وحبتها كتير. وأشفنا أحلام بهاللوحة ارتفعت عن الأرض وأحاطوها الراقصين بالريش الأبيض بشكل مبهر، وهاللوحة أخذت 3 أيام من التدريبات. تركت هذا التابلو لآخر شيء نتمرن عليه يعني، فطلعوا هالستركتور على المسرح ورفقت أنا للسيدة أحلام وطلعنا على الدرج. الستركتور علوها 4 أمتار، فوصلنا هلا هي طالعة مبسوطة ومحمسة على التابلو هيك، بس وصلنا لفقت لها هيك صار خيفانة شوي يعني. وبذاك الوقت اقترح نديم على الفريق إنه يحط دربسين عشان تمسك فيها أحلام حفاظا على سلامتها. رفضت وشي was up for the challenge يعني، وطلعت ووقفت وغنيت وطلع التابلو كتير حلو. وقتها تشوف الفيدباك والجمهور قدي حب والشعب السعودي قدي حب وقدي زقف لمياس ولست أحلام، فهذا شيء بكبر القلب كتير. وبلوحة ثانية كان لازم نشوف سيجنتشر مياس وهي العين باللون الأزرق واللي شفناها على الجلوفز اللي لبستهم أحلام بالبلاك أوتفيت. كانوا معمولين كمان كوستومايز للست أحلام، يعني فيهم العين، كانوا البنات كمان لبسينهم بس كانوا لبسينهم غير عن لبسهم ست أحلام. يعني بدي أفاجئكم بشغلة، في قصص كانت عم تعملها الست أحلام على المسرح أنا ما قايل عنها، هي عم تفوت مع البنات يعني لهالدرجة. she's aware of everything، يعني في بارت إذا بتلاحظوا بيعملوا هيك البنات هنا وعم يمشوا. أنا هيدا ما طلبت تعملوا الست أحلام، هي منا لحالة وعلى البيت وعلى القد، فعن جد شابوبا. طبعا هذا شيء معروف انه ام فهد يعني بتهتم بادق التفاصيل والشيء هذا واضح في شغلها وفي لبسها، بس كمان هذا الشيء ما يمنع انه هي اصلا بتاخذ راي التيم اللي موجود معها، وهذا الشيء اللي صار مع نديم لما قرروا يسووا اللوحات الاستعراضيه. هذا كان جوابه. هي عرضت هول 4 أغاني وسأبت غنية من هول الاغاني انا كان بدي اعرضها يعني، وانعرضت فكنت انبسطت فيها الغنية كثير. تدري ليش؟ هي من الأغاني القديم تبع الست أحلام، والأغاني الجديد في غنيتين جديد تعرفت عليهم مع الست أحلام. يعني my favorite was هذا أنا، غنية يعني رائعة هي اللي اشتغلنا عليها تابلو الفستان الأبيض.